ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض فطار او عشاء في 3 دقايق، مش اكتر من كده، مش هياخد اي وقت خالص، وطعمه تحفه. هو مختلف وغريب وجديد، اتحداكم تكونوا جربتوه قبل كده، بس انتوا لو جربتوه هتعشقوه. فطار على الطريقه الفرنسيه، سهل وطعمه تحفه، وتغيير عن اي اكل جربناه قبل كده. تعالوا بينا نشوف هنعمل الفطار الحلو ده ازاي. بس هتنسوش بقى اللايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. يلا نسمي بسم الله وندخل على الطريقة. هجيب كده طبق وهحط فيه بيضة، بس بيضة تكون ايه حجمها كبير شوية، يعني لو البيضة عندك حجمه صغير حطي عدد 2 بيضة. هحط عليها كيس فانيليا، او يعني اقل من ربع معلقه فانيليا لو عندك فانيليا يعني برطمانات، وهحط كمان معلقه سكر، معلقه من معالق الشاي كده سكر، بس تكون ايه معلقه هرميه مليانه يعني. وهحط ربع معلقه من القرفه الناعمه. هحط عليها تقريبا كده يعني ما يعادل ربع كوبايه حليب، علشان يخلي لي الخليط بتاعي ده ايه يكون سايل، مش عايزاه خليط تقيل، خليط يكون سايل. هضربه المكونات دي كده بالشوكة كويس علشان ايه ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص، وتبقى كل المكونات كده ايه متجانسة مع بعض. ولو لقيتي الخليط معاكي سمكه تقيل، زودي معلقة او معلقتين حليب كمان عشان يبقى خليط سايل وما يكونش تقيل. خلاص كده تمام. انا عايزاه ايه بالسمك ده. عندي بقى شرايح من التوست، ولو عندك توست مثلا قديم او ناشف او بقاله كذا يوم هيمشي حلو قوي قوي في الوصفة دي. هغطس بقى قطعة التوست كده على الوش الاولاني، ولما الاقيها اتشربت بالخلطة دي كويس هقلبها برضو على الوش التاني، ونشوف بقى ايه هنسويها ازاي. جيت على البوتاجاز وحطيت في طاسة مكعبين كده زبدة حلوين، ما ينفعش في الوصفة دي ولا زيت ولا سمنة، هي أساس الوصفة زبدة، وبجد طعمها مختلف تماما يعني غير أي حاجة تانية. هسيبها تسخن كويس على النار عالية، وأول ما تسخن هخلي النار ايه متوسطة، ما تبقاش عالية قوي. وهنزل بقى ايه شريحة التوست، وزي ما قلتلكم النار ما تكونش عالية عشان ما يتحرقش بسرعة. هعمل قطعة كمان، انا عملت هنا ايه 3 قطع، ولو حابة تزودي الكمية وتضعفي المقادير، انا عارفة ومتأكدة انكم لو جربتوها هتزودوا وهتضعفوا المقادير، طعمها حلو قوي قوي وهتعجبكم جدا. هعمل كمان قطعة تالتة، زي ما قلتلكم انا هعمل 3 قطع. هسيبهم بقى ايه على نار متوسطة لحد ما احس ان هي اخدت لون ذهبي من تحت. اقلبها على الوش التاني علشان تستوي برضو، البيض يستوي وتاخد برضو ايه لون ذهبي زي الوش الاولين. بصوا بقى ريحتها تجنن، الفانيليا والقرفة والحليب، تخيلوا انتوا بقى الريحة هتبقى عاملة ازاي. انا بحبها متحمصة كده بقى، وتبقى واخدة طعم الزبدة، طعمها مختلف وحلو قوي، بتاخدش 3 دقايق. خلاص ادي شرايح التوست بعد ما استوت، فاضل بس ايه اخر خطوة بعملها لها، تفرق معاها جدا برضو في الطعم. عندي شربات تقيل، عارفين الشربات بتاع الحلويات، بس اللي هو بيكون تقيل، اللي هو بيبقى كوباية سكر على نص كوباية مية على عصرة نص ليمونة، وتسيبهم يغلوا شوية لحد ما يتقلوا، هو ده. لو مش عندك الشربات ده وعندك عسل نحل اللي هو العسل الابيض يعني، ممكن تحطي منه عادي. بحط بقى ايه على وش التوست كده بالشكل ده، وفي معلقه سكر، بس بيبقى عايز رشه كده من الشربات او العسل بتظبط الطعم اكتر، مع كوبايه بقى كده نسكافيه او كوبايه شاي بلبن، طعمه خطير وفطار حلو قوي. بصوا بقى تعالوا اوريه لكم من جوه، بيبقى واخد ايه قرمشه خفيفه من بره وطري، وطعمه تحفه من جوه. ان شاء الله تجربوه، متاكده انه هيعجبكم جدا جدا، وتغيير زي ما قلت لكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك، واشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.